كابتن سامي برحب بحضرتك مرة تانية، منورنا في البيت الكبير. يعني موسم عصيب زي ما احنا كنا بنقوله وبنردد دايما، خاصة بعد عودة استئناف النشاط الكروي مرة تانية، أكيد حسابات أربكة العالم جدا، وخاصة على المستوى الرياضي، وخاصة أو بالأخص على مستوى الجهاز الفني في النادي الأهلي. كلمنا عن الفترة دي وإزاي عديتوا ليها إلى أن تم حصد اللقب في النهاية. أولا طبعا حابب من خلالكم طبعا أن أنا أبارك لجمهور النادي الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري والطبي لعيبة والعمال وكل اللي شارك في منظومة النادي الأهلي. بطولة صعبة زي ما كابتن هاني اتكلم عليها، صعوبتها مش في الملعب قد صعوبتها في المشاكل اللي احنا واجهناها والتحديات اللي احنا واجهناها والصعوبات اللي اعتقد مجلس إدارة عانى منها اكتر. تحملوا كتير جدا، تحملوا حاجات صعبة جدا وتشكيك في قيم ومبادئ النادي الأهلي، لكن رغم كل دوت الناس استحملوا ودونا احنا مثل ودونا احنا قدوه ان احنا ان مقوله الاهلي فوق الجميع دي فعلا ناس استحملوا حاجات كتيره في اشخاصهم هم يعني. فاللي انت تبقى ثابت على مبادئ النادي الاهلي واللي انت عاوز تبين للناس كلها ان النادي الاهلي مختلف عن كل النوادي، اعتقد ان هم اكتر ناس جادرين ان هم بالبطوله دي. انما من الناحيه الفنيه اعتقد الحمد لله اللي احنا كنا متفوقين من بدايه الموسم، عندنا سلسله انتصارات متواصله حوالي 16 انتصار قبل ماتش سموحه، اداء الحمد لله كان مرضي جدا، اكتر عدد من الاهداف الحمد لله احنا محققينه، اكتر عدد من الانتصارات، اقل كلين شيت موجود في افضل دفاع وافضل هجوم كله. فاعتقد كل الارقام الحمد لله احنا الافضل فنيا خططيا وكل حاجه. الفتره اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي هي الفتره بعد كورونا، ودي كانت ناس كتير عانوا منها، مش احنا بس يعني كل دوريات العالم باستثناء المانيا، ويمكن الكابتن هاني طبعا يعني اكتر مني معرفه بالدوري الالماني وتفكير الناس ازاي، اول ناس بدات او ناس فكرت اللي هم يرجعوا اول دوري في العالم اللي هو رجع. فاعتقد عشان كده كانوا هم عندهم افضليه اكتر كمان في بطوله اوروبا. بايرن ميونخ ازاي كان متفوق بدنيا عن كل الفرق الموجوده في اوروبا. فاعتقد ان احنا عانينا شويه من الموضوع ده، لان اول مره احنا نمر، اعتقد كل دوريات العالم كده، لكن احنا بالذات كنادي الاهلي اول مره نمر بالفتره دي. فتره صعبه جدا، حوالي 3 شهور او 4 شهور ما فيش اي ممارسه، مش قادرين نجمع لعيبه، مش قادرين نتكلم، لكن ثقافه وفكر لعيبه النادي الاهلي، ممكن الراجل برضو وتوماس برضو عملوا برنامج كويس للعيبه، واللعيبه كانت ملتزمه. توماس بتاع اللياقه البدنيه، مخطط احمد راجل مميز وكان عامل مجهود كبير جدا خلال الفتره ديت مع مستر فايلر طبعا، عمل برامج كويسه للعيبه، تاهيل كويس، والحمد لله يمكن دي فرقت معانا كويس، يمكن ما وصلناش للشكل اللي الناس كانت بتامله يعني، لكن ده طبيعي جدا ان انت تكسب، ان انت تحقق انتصارات برضو تواصل. يمكن الناس كلها برضو بتفكر في النادي الاهلي ان هو يكسب بس، ما انت برضو انت بتلعب بطوله كبيره، بتلعب المنافسين برضو بيحصل لهم اخفاق، لكن الناس برضو عشان دايما النادي الاهلي كبير فبيبصوا للكبير اللي هو عاوز يبقى على طول بيكسب يعني. ويمكن حضرتك عارف طبعا وحضرتك اكتر مني خبره واكتر مني ما شاء الله يعني،